شحال اللي مختار؟ 15 إذن صباح الخير، مرحبا بكم متابعينا متابعي قناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر، حتى نتواجدوا على مستوى إقليم رحمنا بالضبط بالقرب من الجامعة الترابية الجبيلات، من خلال يعني أغلبية الأعضاء المستشارين للمجلس الجماعي لجامعة الجبيلات الموقعين يعني بقية الجبيلات دائرة سيدي بوعثمان إقليم رحمنا، يعني طبقا للمادة 36 من القانون التنظيمي 113/14، ومن خلال تقدموا بمراسلة السيد رئيس المجلس الجماعي لجامعة الجبيلات طلب وعقد دورة استثنائية طبقا للفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون التنظيمي 113/14، واللي من خلاله يعني بعد يعني دورة استثنائية يتم من خلالها المصادقة المناقشة والمصادقة على برنامج يتعلق بتدبير شاحنات الماء، المناقشة والمصادقة على إحداث لجنة مستشارية عامة، دراسة ومناقشة وضعية النقل المدرسي بتراب الجامعة، دراسة ومناقشة وضعية الطرقات الرئيسية بتراب الجامعة والدراسة التقنية التي أنجزتها الجامعة، هادو من النقاط اللي كان مدرجة من خلال الدورة الاستثنائية واللي تم من خلالها التصويت بالإجماع يعني خدمة للصالح العام، ولكن غادي نعرفوا شنو السبب اللي دفع شنو اللجن هنا تقريبا أنه تقدم الاستقالة ديالها من يعني مجلس الجامعة. هذا هو السؤال، غادي نستضفوا معنا الاسم أستاذ اسمح لي السي الحبيب المساوي النائب الأول ديال رئيس المجلس الجامعي لجامعة الجبيلات باش يقربنا من أسباب ديال يعني الأعضاء بصفة عامة واللجان اللي قدموا الاستقالة ديالهم، وعاد تكون واحد الدورة استثنائية لإعادة الثقة في شهر 10. سي الحبيب المساوي مرحبا بك معنا. بسم الله. شكرا شكرا بارك الله فيكم. مرحبا مرحبا بموقعنا شوف تيفي. الله يطول عمرك. يعني بداية السؤال الأول، اش اللي دفعكم أنتم كأعضاء أغلبية تقدموا بطلب الدورة الاستثنائية؟ هذا اليوم اللي حجتوه معنا تاع دورة استثنائية اللي دعت لها الأغلبية نظرا لواحد الإشكاليات اللي كتهم السكينة ديالنا في المعالجة ديالها عن قرب بما فيها كما شي الماء، وكنعرفوا أزمة الماء بالنسبة للعالم القروي، وكذلك النقل المدرسي، وكذلك الطرقات اللي كان الغياب ديالها التام اللي هي عندها دور وعلاقة كل مرتبط ارتباط تام في علاقتها بالنقل المدرسي. دعت لها الأغلبية ديالنا طبقا المادة 36 وخاصة الفقرة الثالثة منه بالأغلبية في حالة الدعوة ديال الأغلبية تعقد لزوما. السيد الرئيس ما كانش كنا منذ تقريبا سنة هذه كندعيو بحال هذه الأمور، هذه الإشكالات تاع القرب تاع الساكنة وتاع هموم الساكنة أننا نتناقشوها في إطار، إلا أنه هناك غياب تواصل نهائيا. يعني كنقولوا بانه السي الحبيب كان انفراديه في القرارات؟ يا ريت لو كانت قرارات، هناك قرارات ديال عدم العمل وعدم الاشتغال، لو كانت قرارات تهدف للاشتغال لا باس، وانما قرارات اللي هي داخله فيها منطق سياساوي، حسابات سياسيه، توظيف القرب ديال المواطنين وخدماتهم في المجال السياسي، نكذب على هذا العضو ونعاود نكذب على هذا العضو لمده 3 سنوات. والإخوان كانوا غادي يحدوا موقف من قبل، وإنما كنت هذا العبد المذنب كنت دائما أصر عليهم أننا نخليو السيد الرئيس فرصة، خليو فرصة ونحاولوا نجيو أنه نشتغلوا في إطار جماعي. 3 سنوات تاع التدبير الجماعة هي على ما هي عليه، ما تزاد فيها حتى شي حاجة، لا سؤال درنا رصدنا الدراسة تاع الطرقات ما كاينه شيء، درنا بالنسبة لترصدوا كذلك مبالغ مالية من أجل الاهتمام بكل ما يتعلق بالماء، بالآبار، طاقة الشمسية، كذا لا وجود، غياب الرئيس، فين كاين المشكل؟ أن نتعاطفوا في إكراهات كثيرة ورثناها على واحد العهد كنعرفوا كان قديم، كنا من الشرارة تاع الناس، واحد اليوم مشهود كيعرفوا الجميع، كنا من الناس الاساسيين في التغيير ديالو اللي دعينا ليه وغيرنا وتوسمنا خير بعضياتنا كشباب على اساس، الا انه انجرف واحد الارتجاليه والعشوائيه اللي تموت للزمن البائد اللي حاولنا قلنا اننا تخلصنا منه. ولكن وضعتم انتم الثقه في الرئيس وصوتوا انتخبتوه كرئيس المجلس الجامعي؟ نعم بصفتي النائب الاول، لانه من بعد الماده 70 اللي كنا غيرنا من قبل، خدمت معك النائب الاول كذلك، هو هذا عبد المذنب هو من اعطاه وجعله رئيسا.
على اساس باش نتعاونوا، ما في قلنا انه يكون فينا ذاك الزهد، بحكم مضحيين يكون فينا الزهد حتى لا يقال اننا نطمع في الكراسي وفي المناصب وفي على اساس الاشتغال. جات مع كورونا التمس العذر، قلنا نفس الشيء كذلك. اهل السنه هذه مشيت لانه كان التكوين تاع المجلس كي كيعرفوا الاخوان كانوا ثلاثه ديالنا تاع الاستقلال مع ديال الاصاله والمعاصره، اعطيتوا الاغلبيه بالنسبه للاخوان على اساس سابق تجربه ونشتغلوا كتجربه من قبل ديك ثلاث سنوات. هنا تجربه اننا فريده ونكونوا في مستوى التطلعات تاع السكينه ديالنا اللي واحد 30 سنه كتعاني في الاهماش والتهميش، وكتعرفوا جماعه جبيلات وموقعها من مراكش ومراكش وما ادراك ما مدينه مراكش، وهي الابواب ديالها ومستهدفه كذلك بمشاريع اللي خصها تكون رجال في مستوى المرحله، لانه كنعرفوا بانه كاين المونديال، كاين كاس افريقيا، كاين المونديال 2030 وتنميه كذلك مراكش 2045، يعني انه جبيلات هي لونتوراج ودخلت على الدار البيضاء على 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 مدينه مراكش. اذا المرحله كتطلب رجال يكونوا في مستوى المرحله وعندهم فهم ودرايه مفهوم التنميه وتنميه المجال، وحاولنا اننا نشغلوا الجمعه الا انه كان الانفراد في الراي واغلاق الهاتف، بمعنى انه الاخوان وصلوا انتم كتشوفوا من 18 عضو 17 يعني بقى بوحده. ورغم ذلك انه مشيت معاه من الاول فاش عطينا ملتمس في اطار ودي على اساس انه ندركوا واحد الوقت نربحوا الوقت على الاشتغال، لانه ضاعت لنا واحد السنين هذا نحاولوا نديروا التحيين. درك سنه ونصف من التدبير. قلنا نشتغلوا بما استطعنا في اطار تحيين برنامج العمل، لانه درنا شي حوايج تطلعات في برنامج العمل من قبل باش نشتغلوا، ما كانت منا ولا نحاولوا نديروا التحيين، نحاولوا ولو الان غير ناسوا شي ضروريات نحقوها وناسوا غير مرحله وارضيه اشتغال القادم ان شاء الله تعالى. يعني عادي خصوصا يعني قوة الدراسات، يعني تم إنجاز قوة الدراسات في حين أنه كان من المفروض أنه ربط مجموعة الدواوير بالماء الصالح في الفائض في الميزانيات، نرصد كل ما يهم الساكنة عن قرب بالنسبة لنا إلا لا وجود لها. وهذا تساؤل كيتطرح كبير، وانما احنا ما كندخلوش في النوايا او لا كذا، وانما يهمنا كنهضروا اجرائيين وعمليين. رصدنا ميزانيه مهمه لهذا الاشتغال، ما كان شيء في التيران. اذا كانت تساؤلات كطرح، وكذلك بالنسبه للاخوان وصلوا للقناعه بالاجماع بانه غادي الانتحار سياسي جماعي، وليكن في العلم انه الاغلبيه الاعضاء كلهم ولاد البلاد، هو ساكن في مراكش مدينه مراكش، وحنا اللي هزينا شراره التغيير في جماعه جبيلات، وحنا اللي مع ولاد البلاد غدا في التيران، نحن المسؤولون ونحن المساءلون. يعني كذا يعني كيفاش تشوفوا واش ممكن انقاذ يعني الموسم ديال تدبير المجلس هاد السنة هادي رغم أنه مابقاش بزاف ديال الوقت؟ هي كاين أمور موضوعة راه الإشارة في الاشتغال، وإنما بغات نوع من الإرادة، ولنا أمل كبير أنه نداركوا ما استطعنا في الثلاث سنوات، لأنه كاين إرادة شمولية وشاملة عند الإخوان، لأنه كلهم لا ودائما كنقولوا لا يزايدنا أحد عليه، عرفتوا التوظيفات السياسية والمصالح الخاصة وإنما ولاد البلاد وشباب غير ولاد البلاد كتهمهم المصلحة تاع البلاد، يطمحون خيرا أنه يداركوا ما داركوا في الثلاث سنوات، على الأقل كما قلنا ولو تكون غير أرضية الاشتغال وتأسيس البنية التحتية للاشتغال للقادم للشباب اللي غادي يجيو إن شاء الله للاشتغال. هذا الشيء بطبيعة الحال لأنه احنا يعني في تغييرات ومتغيرات كثيرة ظل يعني التحولات اللي تعيشها البلاد ديالنا، حنا محتاجين سي الحبيب انه اراده قويه يعني باش نزيدوا له قدام بطبيعه الحال في اطار المشاريع الكبيره اللي تعيشها البلاد بطبيعه الحال. تماما وخاصه بالنسبه لجماعه الجبيلات، لانه كاين واحد تناقض صارخ كبير، كيف انه تلميذ او طالب او شاب انه كينتقل مثلا لمراكش مجال حضري وكيجي انه ما كيلقاش حتى الكهرباء وصله في دار حتى طريق انه يمشي فيها غير بالبيكالا ما مصوب شاي، ماش بعانش حتى الماء الشاروب الاساسي الاخر ما موفر شاي. اذا هذا راه كيخلق واحد الحاله تاع التذمر والسياء كبير، وكذلك كيعكس يعاكس توجهات المولويه والساميه تاع صاحب الجلاله في الاهتمام بالعالم القروي وخاصه في هذه المجالات المهمه والاساسيه. وهذه وظيفتنا كجماعه عن قرب اللي كنطمحوا لها ما استطعنا، ونكونوا عند حسن ظن الساكنه ديالنا اللي دارت فينا الثقه ديالها واملات فينا خير، لانه اشتغلنا مده معينه في العمل التطوعي والجمعوي يتوسمون فينا خير، لعلنا ان نبنيو لحظه بنيه من البنيات الاساسيه اللي اشتغل عليها الاجيال القادمه ان شاء الله لما يهم من موقع جماعه الجبيلات. وما ادراك بالنسبه لجماعه الجبيلات الموقع الجغرافي في الرحمنه الجنوبيه هي احسن موقع بالنسبه للجماعات. مشاريع مهمه على طول الطريق المزدوج على الدخله تاع مراكش تابعه للجبيلات،
لو انت راج كل محيط كله دخلت الدار البيضاء هي الكبرى على على على, على مراكش هي الجبيلات. اذا خاصها تنميه سواء بشريه سواء عمرانيه سواء بنيه تحتيه سواء مجاليه، يعني انها بغات مجهود كبير وبغات رجال يكونوا في مستوى المرحله. والاخوان اقتنعوا بانه السيد الرئيس اعطى ما يعطي. احنا ما كنحاسبوش كنقولوا اللي خدم شي حاجه تكتب له، وانما وصلوا القناعه بانه ما بقى عنده ما يضيف. نعم. لا يضيف. ما شاء الله. شكرا لك سي الحبيب الموسوي على التوضيحات. شوف الفاعل الجمعوي اللي ابن المنطقه. شكرا. شكرا لك. السلام عليكم. كنشكركم. يعني كيف مهتم بالشان المحلي ديال الجماعه، المجلس القروي ديال الجماعه، كيفاش تشوف الامور الان بالنسبه السلام عليكم. قبل كل شيء معكم عزتي البرواك فاعل جمعوي في جماعه الجبيلات بالضبط ولا دوار ولا طلحه. للاسف حضرتوا معنا هذه الدوره، دوره كتهم الشق والماده الحيويه اللي هي الماء اللي كتعاني منها الجبيلات، وما بالك ما هذه الماده الحيويه. كما لاحظتوا في الخطاب ديال صاحب الجلاله الاخراني ركز بزاف على الماده الحيويه لا هي الماء، الا اننا كنتصدموا او تنلقاو واحد الجدار ديال السيد الرئيس اللي هو اللي غير مبالي بهذه المسائل هادو. جماعه كباقي الجماعات المرابطه متاخره بزاف، مع العلم انها جغرافيا تقع زعما في الدخله ديال مراكش، البوابه ديال مراكش. عدم الانصات، عدم التجاوب، عدم الاجابه على الهاتف، مجموعه ديال الاشكاليات. كانوا مشاريع هنايا كانوا غيكونوا في الجبيلات. للاسف عدم التواصل ديال السيد الرئيس والغياب التام ديالو خلى واحد الفجوه وخلى واحد الضعف، لانه تصبحنا ما عندناش مؤسسه. الغريب في الامر ما عندناش مستوصف، راه غريب في 2024 ما عندناش ولو مستوصف. حنا كنمشيو لجماعه بروس مشكور السيده الرئيسه اللي تتيتي مجهودات ديالها. بالاضافه الى ذلك عندنا مجموعه ديال الاختلالات والاكراهات، من ضمنهم صهاريج المياه اللي عندنا ثلاثه وما تنعرفوش. ملي تعيط لشي واحد من دوك الموالين سيتيرنات يقول لك دير لي المازوت 100 درهم، وراه المواطن ما فحالوش يدير 100 درهم. كذلك سياره الاسعاف، وهذا الشيء عشناه وشفناه وناقشناه مع السيد الرئيس، الا اننا المبالاه، عدم الحوار، عدم التواصل، وماشي مع المجتمع المدني، مع جميع المؤسسات المتداخله في هذا الباب هذا. ما شاء الله. يعني كيفاش تشوف الامر الان دروكا؟ الاعضاء يعني هما اللي طلبوا من نفوسهم يعني دوره استثنائيه باش انهم يمروا نقاط مهمه حيويه بما فيها تزويد الماء والنقل المدرسي وغيرها. السي زكريا كنشكروا بعدا الاعضاء ديال المجلس الجماعي، لانهم الضمير ديالهم بحال كنقولوا صحاب وعرفوا بانه الجماعه عندها مشاريع كبيره، وانما لا تستفيد من هذه المشاريع. غياب تم السيد الرئيس طالبوا بهذه المساله باش يديروا واحد اللجنه باش يحاولوا هما يتبعوا هذوك السيتيرنات، يتبعوا هذيك سيره الاسعاف. يعني مجموعه ديال المرافق اللي هي كما كنشوفوا مهجوره. انا دابا المندوب ديال الصحه خصهم يتواصلوا معه على اساس تكون هنايا، وانت ما بالك وحنا في الصيف وكاينين الحشرات السامه وما الى ذلك. ما عندناش مستوصف، هذه راه غريبه، هذه ديال من الطرائف ديال 2024 ما كاينش شي مستوصف. وفي مراكش ميم با واحد 14 كيلومتر انت في الجبيلات، والجبيلات راه في الدخله وفيها مشاريع وما فيهاش مستوصف اللي كيراعي وكرامه المواطن ديال الجبيلات. بالاضافه الى ذلك مجموعه المرافق، ما عندنا ملاعب، ما عندنا مسبح، ما عندنا مجموعه ديال هذاك، مع العلم باننا كنشوفوا جماعات اللي هي مرابطه تزداد ازدهارا وتقدما، منهم بلديه سيدي بوعتمون، بروس، سيدي بوبكر. احنا مع الواحد ديال سيدي ابراهيم تبارك الله، شوف انت المشاريع اللي كاينه تما. حنا التطريق ما زدناه هنايا، اذا فين كاين الخلل؟ كاين الخلل في الشيفور اللي سايق بينا، عدم التواصل ديالنا. نقول واش مشيتي للجهات؟ يقول لك راه مشيت، هو ما مشاش، مشى للمجلس الاقليمي، عدم التواصل ديالو. مع العلم ما فهمتش، هذا هو السؤال اللي بغينا نسولوه. هو غير يشرح لنا كما قالوا الاعضاء، شرح لنا. الا ما قديتيش على المسؤوليه راه 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 را ماشي الكراسي تورات، راه كما جيتي انت بالاقتراع ديال المواطنين. دابا ما قديتيش على المسؤوليه ديال الاستقاله، وخلي واحد اللي هو كفء، اللي هو بيشتغل، اللي عنده الوقت اللي يمشي للادارات، يمشي يدق على الادارات، يمشي لمجموعه ديال 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 الادارات. نعم. يعني لسه واصل بطبيعه الحال السي عز الدين. مرحبا. تتمنى تدخل ديال العامل الاقليمي. تنتمناو تدخل السلطات تدخل في هذه المساله. يعني هو جهات مراكش اكيد التركيب وتجديد الثقه في هذا المجلس، يعني او تركيب هذا المجلس بصفه عامه. شكرا لك السي عز الدين. كنشكركم على التواصل ديالكم، وكنشكركم على المواكبه ديال شوف تي في اللي ديما حاضره في جميع المحافل وفي جميع الدورات. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. التوفيق ان شاء الله. تنتمناو الخير ان شاء الله. طبعا الحال بدورنا تنتمناو الخير ان شاء الله يعني للمجلس الجامعه.
الجبيلات باش انه يكون شي حلول بخصوص هذا الاشكال اللي تتعيش جماعه الجبيلات تدبير وتسير يعني الشؤون المواطنه على مستوى الجماعه. يعني اليوم المسؤوليه على عاتق عامل اقليم ارحامنا وكذلك ولي جهه مراكش اسفي باش انه يتم يعني الوضع يعني اليد على مكامن الخلل وانهاء الاشكاليه، وبالتالي فالمواطن المتضرر الاول واخر دائما هو المواطن. طبيعه الحال ما بقى نشكركم، شكرا لكم، الى بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوفتي.